دائما في السينما تنستعمل واحد النوع ديال ليكليراج اللي هو ماشي الضوء نيشان اللي تيكون مضروب في الوجه، حيت الا كان الضوء مضروب في الوجه غيبان ضوئي بزاف، وهذا يكون بروبليم كبير بالنسبة ليماج. في المونتاج نقدروا نقادو الساتوراسيون مع لوميوزيتي، ولكن مخصهاش تكون طالعة بزاف وما تكونش هابطة بزاف. دونك لا سوليسيون اللي تتكون هي تيكون ليكليراج تيكون الفوق، تيكون يعني ضارب من الفوق، تيكون بعيد بواحد 2 متر ولا 3 متر على حساب لاسين والبلاصة فين بالصورة، وبيان سور ما تيكونش بروجيكتور واحد، تيكون 4 أو أكثر على حساب لاسين فين بالصورة. دونك هاد لاسين لي تصورو في هاد النوع ديال ليكليراج ضروري تكون واحد الليبل، هي بحال واحد كيما تسمي واحد اللوحة في البيض تتكون تتعكس الضوء ديال هذاك ليكليراج. يعني دائما تلقى تلقاو في الأفلام تحطوا لهم واحد اللعيبة بيضاء تتكون تحت سوا هنا سوا في الجنب سوا الفوق، هذيك فين تيضرب فيها الضوء تتعطي واحد اللون، واحد بحال تتصفي الكاليتي ديماج. ماشي داك الضوء المجهد، نو، واحد الضوء في شكل بحال تيكون في الوقيتة ديال الفجر، واحد الضوء بحال تتصفي لك بلاصة ما تعطيك داك الضوء مجهد، تعطيك واحد الضوء اللي كيبين اتش دي وفي نفس الوقت ما تيكونش عليه داك الشعب بزاف.